تعترض هذه البحيرة. الحمد لله احنا حطينا ايدينا عليها، استأصلنا السرطان اللي فيها، سواء سيل الذريع الجائر، شبك الخلف، مراكب شرعية، مراكب ذوق المحركات، الطبي اللي كان موجود فيه على البحيرة، وعمليات التفريق القنوات الإشعاعية، والتعديات اللي عدنا فيها بالتنسيق مع مديرية الأمن والأمن المركزي، عدنا فيه الثروة السمكية شهر ونص كاملين متواصلة. أزمنا فيها 1500 فدان، كانت تعديات